التسويق حاجة مهمة جدا، فعشان كده بدأنا بموضوع نشوف مصر محتاجة ايه وايه اللي نقدر نعمله. يعني مش كل حاجة ممكن تتعمل في مصر، فقلنا اللي نقدر نعمله كمان وعملنا الفيزابيليتي ستاديز بتاعت الحاجات البسيطة اللي مصر بتستوردها وفعلا ليها احتياج. وكمان احنا يعني النية ان احنا هنشغل الناس وهنملكها لهم، بس لغاية 80% ال 20% هتفضل للمؤسسة، علشان تبقى ظهر للناس دي تساعدهم في عملية التسويق، في عملية الشؤون القانونية، الشؤون المالية، قطع الغيار، الصيانة، الروماتيريالز، كل الحاجات دي تبقى سبورت. احنا في مؤسساتنا كشغل احنا متعودين دايما ان احنا حتى تيرن اوفر عندنا تقريبا قليل جدا، مفيش عندنا تيرن اوفر، عندنا الموظفين كلهم بيقعدوا فترات طويلة، وهو دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها. عندنا تدريب قوي مع العمالة بتاعتنا، وده بيعمل اد فاليو للبيزنس نفسه. بالنسبه للفاينانسنج، بما اني انا المسؤوله عن الفاينانسنج، في عندنا توجهات كتيره من زي ما مهندس دكتور محمود كان بيتكلم في ان احنا عايزين نعمل اللي هي سستينبل فاينانسنج ديفلوبمنت، بحيث ان هو ده الاساس، ده المين كور اللي احنا بنتكلم فيه، فان احنا لازم يكون عندنا استمراريه للتمويل، وده اللي احنا بنشتغل عليه في مؤسساتنا وفي هذه المؤسسه ان شاء الله. فاحنا عندنا فكر، يا رب بالتعاون مع بعض نكون اهل لهذا الفكر، وان احنا نقدر على تنمية المؤسسة ان شاء الله بشكل جيد بإذن الله. جماعة الوزير الدكتور ربنا على حاجة صغيرة قوي، ان احنا نبقى دايما مخليين بالنا من الناس التانية. احنا عمرنا ما كنا بنبص على نفسنا اكتر ما بنبص على الناس التانية. انا الصراحة اللي هو يعني من 2010 مع الدكتور حاتم في الجامعة كنا بادئين بمنح بس لأهالي سينا وأهالي المنطقة، كانت 11 مليون، دلوقتي احنا سعداء ان احنا وصلنا لغاية 50 مليون نسبة المنح السنة. احنا صراحة بادئين في الجامعة مع الدكتور حاتم ان احنا مش بس زي ما الدكتور بيقول مش بس شغالين بس على المناحي العلمية، لا احنا بنحاول احنا نطلع رحلات علمية كتيرة للطلبة سواء لندن او انجلترا او امريكا قصدي، بحيث ان احنا نبدأ نخلي ان الطلبة تبقى شايفة السوق اللي بره، علشان لما تيجي ترجع لنا هنا هو تبقى شغالة بالفكر الخارجي بس. واللي احنا بنحاول احنا نوصله في ان احنا اللي هم التعليم اللي بيحصل بره احنا بنديه لهم هنا اهو، بس بالمستوى او المصاريف اللي هو يقدروا ان هم يدفعوها هنا. يعني احنا بنفتخر ان جامعه سينا هي فيها كتكنولوجي كاسلوب تعليمي والعلم للطلبه بنفوق جامعات كبيره، بنوصل ان احنا في عندنا زياره جات لنا من الاي سي كانوا مبهورين من الشغل اللي احنا عاملينه الحمد لله. على مدى 35 سنه الحمد لله كنا بنصرف في سينا كل سنه لا يقل عن 60 مليون جنيه لتعظيم دور الوظيفه الاجتماعيه الاصليه. فاحنا لقينا اننا نستكمل هذه القصه جزء من المنح الدراسيه المجانيه، ويمكن الوثيقه اللي قدام حضرتك دي تبين ان احنا في السنوات القليله اللي فاتت صرفين حوالي ما يقرب من 490 مليون جنيه، وده على فكره احنا لا نعتبر لنا فضل في هذا، لان احنا بنعتبر ان القيمه الاجتماعيه ما هياش منا من القادر على غير قادر، بالعكس ده يحقق سلام اجتماعي اول ما ننعم به القادر، فده جزء من مفهومنا الاجتماعي ومفهومنا العقائدي اللي موجود جوانا واللي بيجري في داخلنا مجرى الدم المنشرين حضرتك يا معالي الوزير. تمام. مش بس كده، انا عايز اقول لك ان احنا لقينا بقى ان كل الدور الاجتماعي اللي احنا بنقوم بيه ينبغي ان يقنن في حياتنا. وقررت مع اولادي في الاعتبار من 1/1/2017 انشاء المؤسسه اللي تضم كل المؤسسات الاجتماعيه دي،
نحط فيها تلت الثروه بتاعتنا. قررنا ان تلت الثروه ده يدار في الدور الاجتماعي ويكون تحت رعايه واشراف هذه الوزاره المحترمه. احنا بنشكرك على هذا الجهد وهذا التوجه، والحقيقه ده يعني في امريكا وفي اوروبا كل رجال الاعمال الكبار بيعملوا فاونديشنز، بتكون مؤسسات بترعى بتاخد جزء من عائد اعمالهم وبيوجهوه للمجتمع. هارفارد فاونديشن والجامعات الكبرى والمكتبات الكبرى والانشطه الثقافيه والاجتماعيه الكبرى، الحقيقه مستشفيات الكبرى في الولايات المتحده كلها برضو عاملاها مؤسسات. فده يعني توجه دولي والمجتمع الدولي تعرف على انه فعلا رجال الاعمال بيستثمروا جزء من العائد على اعمالهم في انشطه تنمويه واجتماعيه وبتؤدي فعلا لاستقرار المجتمع وتقدمه، وده بيرجع في الاخر برضو بيفيد الاعمال والنشاط الاقتصادي. فانا بشكر حضرتك وبرحب بيكم في وزاره التضامن، واحنا بابنا مفتوح لكل مؤسسات الاهليه والمؤسسات الجاده. اهم اغراض هذه المؤسسه هو ما يتعلق بالجزء التعليمي البحثي واكتشاف الموهوبين والمبدعين وتشجيعهم في شكل منح وجوائز في الداخل وفي الخارج.